أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما المشروع في التميمة؟ هل نجلس عليها عند ذبحها أنا وعائلتي أم ندعو الأقارب عندها؟ العقيقة ما هي التميمة. نعم. العقيقة هذه سنة تذبح عن المولود وتوزع ثلاثا، ثلث يأكله أهل البيت وثلث يتصدقون به وثلث يهدونه على جيرانهم وأصدقائهم، وإذا أكلوها أو أغلبها في البيت اجتمعوا عليه فلا بأس بذلك. نعم.